ارجع تاني للرئيس وموضوع قادة ثورة 25 او اللي شاركوا في ثورة 23 يوليو 1952. الرئيس في خطابه بيوجه كل الشكر وكل التقدير والاحترام للرئيس جمال عبد الناصر ورفاقه. وهو من الناس اللي يعني جمال عبد الناصر ده له تأثير مهم جدا عليه وعلى ناس كتير جدا من أبناء القوات المسلحة ومن أبناء الدولة المصرية. النهارده كان أو امبارح كان في تكريم ليوسف صديق. مين يوسف صديق؟ ده واحد من الذين شاركوا، علشان ما نتوهش حضراتكم، الذين شاركوا في ثورة 1952. ظلموه حيا وميتا، ده الأستاذ ماجد حبوتة في الدستور بيقول يوسف صديق ظلموه حيا وميتا، ظل اسمه طوال 65 سنة مرت على الثورة و42 سنة على وفاته لا يحمل أي وسام أو نوط عسكري أو قلادة جمهورية أو حتى شهادة تقدير. واخدين بال حضراتكم؟ الصديق اللي هو يوسف صديق صاحب الضربة الاستباقية، مش عارف صورته هتيجي قدام حضراتكم ولا لا، لو ليه صورة وهنشوف بنته السيدة ليلى وهي يعني بتكرم من الرئيس امبارح. الصديق أو يوسف صديق هو صاحب الضربة الاستباقية التي لولاها ما نجحت الثورة التي وصفها في مذكراته بأنها كانت بمثابة الشرارة الأولى التي اندلعت في حركة تحرير الشعوب بعد الحرب العالمية الثانية، وأنه يسجد لله شكرا على أنه هيأ له أن يكون الشرارة الأولى التي اندلعت من هذه الثورة. ده يوسف صديق، ده صورته، ويعني له منا كل الاحترام والتقدير. قلادة النيل أستاذ محمد أمين كاتب في المصري اليوم النهاردة لم نكن نسمع من قبل عن يوسف صديق في أي خطاب رسمي، ولم نكن نسمع أيضا في أي خطاب عن محمد نجيب. الآن نسمع عن كل الأبطال والزعماء، فلا نسمع كلاما ولكن نرى أفعالا. منح الرئيس السيسي قلادة النيل لاسم يوسف صديق، وقبله منح الرئيس عدلي منصور قلادة النيل لمحمد نجيب وخالد محي الدين. إنها رغبة حقيقية في تصحيح التاريخ. كل مرة أراقب تصرفات الرئيس وقراراته أجد أنه رجل يتسق مع نفسه ويتصالح مع الآخرين. ليس السيسي في عداوة أبدا مع عبد الناصر ولا السادات ولا حتى مبارك، لكنه تقديرا لمشاعر البعض يؤجل ما يمكن أن يقوله في مبارك كقائد من قارة نصر أكتوبر العظيم. لا هو ينكر ولا نحن أيضا كانت مواقفنا منه سياسية وستبقى سياسية وليست شخصية أبدا. ده بالنسبة لمواقف الناس من حسني مبارك. كانت مفاجأة بامتياز حصول اسم يوسف صديق على قلادة النيل، مفاجأة سارة لنا قبل أسرة البطل يوسف صديق نفسه. عاش مظلوما، مات مظلوما، رغم أنه أنقذ ثورة 23 يوليو. تحرك على رأس كتبته ليلة الثورة ولم يكن يعرف بتأجيل الموعد، وهنا بدت بشاير النصر وتحرك باتجاه القصر وكان ما كان، ثم أيد الشعب حركة الضباط الأحرار. نشوف كده الرئيس وهو بيدي قلادة النيل أو بيكرم السيدة ليلى يوسف صديق امبارح في الاحتفالات بتاعت الكلية العسكرية. تظل ثورة يوليو 23 يوليو 1952 واحدة من العلامات المضيئة في الدولة المصرية وفي التاريخ المصري. الأستاذة ليلى صديق يعني لها كل الاحترام والتقدير. على فكرة قابلتها مرة واحدة بس، شرفت ان انا قابلتها مرة واحدة او قابلت العائلة مرة واحدة، كنا في اسكندرية فقابلتها مرة واحدة هناك وتشرفت بيها الحقيقه يعني، واتكلمنا في بعض الامور كده، لكن لم يسعدني الحظ ان احنا نتقابل تاني يعني. لكن بنهنيها وبنبارك لها على ما حدث بالامس من تكريم لوالدها السيد يوسف صديق. برحب بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ صباح الخير. ازي حضرتك؟ ازي الحمد لله حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله، الحمد لله تمام، كله بخير الحمد لله رب العالمين. يعني مدى السعاده اللي عند حضرتك من اول التكريم لحد دلوقتي يوم مختلف شويه؟ ده مختلف كتير كتير. يوم يوم زي الفل الحمد لله. يعني حضرتك يعني تعتبر اليوم ده يعني هل يوم استثنائي في حياتكم مثلا؟ يوم استثنائي طبعا طبعا. الحمد لله يعني إيه، بص الانصاف حلو. الانصاف حلو. ولما بتشيل ظلم سنين كتيره وبتحس كده ان يعني كانه في جرح طاب. ايوه الحمد لله. الحمد لله. ده جرحي. طب بيبقى الطبيب مين هنا يا فندم؟
ولا هو ربنا سبحانه وتعالى لما أذن إن الرجل ده يرجع له حقه وإن الناس تعرف دوره، يعني سخرنا كلنا الحكاية دي الحمد لله رب العالمين. يعني معلش ممكن يعني سؤال ممكن يكون يعني أنا ما أعرفش في الحاجات دي بتمشي إزاي، لكن هل أنتوا طالبتوا قبل كده رئاسات الجمهورية السابقة بتكريم والدكم؟ لا الحقيقة احنا عمرنا ما طالبنا، لأنه هم كانوا يعني تصرفاتهم ما بتقولش انه ينفع تطلب حتى، يعني كان في تجاهل متعمد وكان في جحود ونكران متعمد في كل الأدائات فما كانش يعني ينفع انك تطلب ايه، يعني ناس مش عايز تعترف يعني اصلا فما حصلش الحقيقة. وبالتالي ما حدث مع القيادة الحالية ان انتم ما طالبتوش، ده هم اللي يعني هم اللي كرموا المسألة دي من عندهم من ذاتهم. يعني انتم ما بيحصلش انه العائلة تتقدم بـ 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 بتقول انه ابونا لم ينصف والتاريخ ظلمه وهمش وهو الاخره فاحنا عايزين نتكرم، ما بيحصلش ده؟ لا لا ما حصلش ما بيحصلش ده. لا 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 يعني احنا يعني هو ده الاحساس العام كده في تاريخ نص الصديق كله بيقول كده، لكن لا هي الحقيقة احنا انا فوجئت بالتكريم ده ويعني منهم الحقيقة. وكانت لفتة يعني عظيمة الحقيقة. مين أكتر رئيس ظلمكم؟ كلهم بلا استثناء، يعني اللي ظلم عن عمد واللي ظلم عن عدم رفع ظلم واللي ظلم عن تجاهل واللي ظلم عن عدم معرفة في الآخر كله ظلم يعني. رغم إن تاريخ بابا معروف، يعني تاريخ بابا معروف للناس وللدولة وظروف العسكريه المصريه وظروف ثوره 1952. طبعا طبعا كان دور معروف ومعروف زي الشمس عسل كمان، يعني مش معروف يعني دور بابا دور محوري ورئيسي لكن خلاص يعني هما كان واضح ان زي ما قلت حضرتك كان في تعمد للتجاهل او يعني ما اعرفش يعني بس اللي حصل النهارده الحمد لله يعني يكون بما قبله. النهارده فرحتنا كلنا كانت خلاص يعني الحمد لله الحمد لله ان احنا عشنا وشفنا اليوم ده الحمد لله. في اللحظه يعني وانت راجعه كده من بعد التكريم وانت راجعه او المقابله الرئيس وانت راجعه يعني في حاجه كده جت في خاطر حضرتك كده عايزه تقوليها لبابا؟ يعني جا في دماغك حاجة معينة؟ أنا النهاردة كنت حاسة إن بابا معايا طول الوقت يعني هو ما سابنيش يعني أنا كنت حاسة إنه واقف جنبي يعني حاسة بأنفاسه وحاسة بفرحته الإنصاف حلو الحمد لله. وعلى فكرة هو كان دايما يقول كده يعني هو ما كانش عنده غصة وما كانش حد مكتئب خالص على فكرة رغم الظلم الفظيع اللي وقع عليه كان حد عنده كمية رضا غريبة والله. وكان دايما يقول التاريخ هينصفني ونسفه الحمد لله. هو عموما الف الف مبروك ومش عارف حضرتك هل تحب تقولي حاجه للرئيس مثلا تحب تقولي حاجه للدوله المصريه حاليا؟ طبعا فضل. طبعا اقول لهم يعني متشكره جدا متشكره جدا اللي حصل النهارده يعني الحمد لله رب العالمين يعني وفرحه الناس يعني مش بس اسره يوسف صديق مش بس اسرته الصغيره يعني الاجيال الجديده وحقها في المعرفه النهارده الحمد لله كمان رد الفعل من الناس شيء عظيم فطبعا ده يعني ده موقف مش عارفه هقول ايه والله ما عارفه اقول ايه من كتر الفرحه يعني ربنا يفرح قلبهم زي ما فرحونا يا رب يا رب يا رب يا رب. الف الف مبروك يا فندم ودايما يبقى الانصاف موجود مش في الناس حتى المعروفه، يبقى الانصاف كمان للناس في بعض الناس ليها دور في التاريخ ومجهوله للاسف يعني. لكن زي ما قالت السيده ليلى انه باباها كان دايما يقول لها التاريخ هينصفني التاريخ هينصفني، ده شيء مهم جدا يعني. والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم تاني يحسب للرئيس السيسي الحقيقه يعني بعض الامور كده محل احترام وتقدير يعني موضوع محمد نجيب وموضوع يوسف صديق وموضوع فريق الشاذلي وموضوع تكريم اسره فريق الشاذلي وهو كرمهم الحقيقه تكريم رائع جدا
يعني في بعض الامور كده، اهتمامه الكبير جدا بمؤسسات الدوله المصريه، ولازم تقف على حيلها، ولازم حضرتك ممكن تختلف معاه في بعض الامور الاقتصاديه، تختلف معاه، لان انت حر يعني، اي شخص حر، لان دي الدوله الديمقراطيه، او على الاقل دي الدوله الصحيه، دي الدوله الصحيه اللي فيها صحه، اللي فيها عافيه، اللي فيها قوه، اللي فيها متانه، اللي فيها ضمير، اللي فيها احترام، اللي فيها تقدير. اختلف كما تشاء بس باحترام، مش عاجبك الحتة برضو باحترام، لكن عندما برضو تأتي للإنصاف قول إنه حصل في الموقف ده حاجة محترمة جدا. وأنا بتخيل إنه الرضا ده مش رضا مؤسسة الرئاسة، لا، في الأهم هو رئيس الدولة. ممكن واحد في أي مؤسسة من المؤسسات، والدليل اللي أنا بتقول كلنا اتظلمنا، إحنا اتظلمنا في كل العصور، اتظلمنا في عهد عبد الناصر، اتظلمنا في عهد السادات، اتظلمنا في عهد مبارك، اتظلمنا في عهد مرسي، اتظلمنا في عهد جينا في المستشار عدلي منصور، لازم نوجه له كل التقدير والاحترام، المستشار عدلي منصور. جه المستشار عدلي منصور مثلا كرم خالد محي الدين، وده برضو من ابطال ثوره 1952، كرمه في حياته قبل ما يتوفى الاستاذ خالد محي الدين، قبل ما يتوفى، وهو من الداعمين بقوه ومن المؤسسين بقوه ومن المشاركين بقوه في ثوره 1952. اللي كرمه هو المستشار عدلي حسين، المستشار عدلي منصور، ربنا يديله الصحه وطوله العمر ويبارك له. الراجل ده برضه الحقيقه التاريخ لن ينسى دوره، دور المستشار عدلي منصور، رمانه الميزان اللي يعني ما قبل وما بعد الحقيقه، وراجل في غايه النبل. عدلي منصور رجل في غايه النبل وغايه الاحترام وغايه الهدوء وغايه الوطنيه. ممكن احنا ما نعرفش دوره كويس قوي دلوقتي، لكن بعد حين سندرك تماما الدور الذي قام به المستشار عدلي منصور رئيس الدوله الانتقالي ورئيس الكوميونيه الانتقالي فتره ما قبل الرئيس السيسي وما بعد الرئيس السيسي، ما قبل الرئيس ال ما قبل محمد مرسي، ما بعد محمد مرسي وما قبل الرئيس السيسي. والحقيقه الفتره دي كان المستشار عدلي منصور ايادي بيضاء جدا في استقرار الدوله المصريه، رغم ان وقتها كانت في تحديات كبير جدا للدوله المصريه. فاحترامنا وتقديرنا للمستشار عدلي منصور، ربنا يمتع حضرتك بالصحه والعافيه، ودايما نلاقي يعني وجود حضرتك بيننا، ودايما نلاقي ثمرة ما قمت به بنلحظه في كل لحظة، فده احترامنا وتقديرنا ليه، وبشكر حضرتك شكر جزيل.